السلام عليكم. اليوم جايب لكم بي ام دبليو 100,000 فقط. منو اليوم بيكم معي يملك 100,000؟ منو؟ اسمع يا الحبيب، خلص اشتغلت كلين تايتل موديل 2024 X6 ام باكج، باعلى مواصفات، كفالة من الدعامية للدعامية، كلين تايتل شخطة ما بيها ابدا نهائيا، ولا تستوردها على ايده. اعلى مواصفات باللون المميز حبايبي، 6,000 ماشية فقط كيلو متر، 6,000 كيلو متر فقط لا غير، اعلى مواصفات. تعالوا خلنا نشوف الدواخل مالتها ونقول بسم الله. طبعا داخلها كاربون، لاحظ يا الحبيب، اسمع صوت الترحيبة، السقف مالتها ليد. هسه شغلكم اياها وراويكم الداخل او السقف مالتها. العفو، شوف كامل ال 24 انت 23 انجا فيس ليفت بالكامل، يعني هذا كله اضافات، والشاشة بجم السيارة، الباك لايت، الفيالة، كله يختلف. الداخل يجي لونين، تمام. خليكم ويانا، خلي نهتم بادق التفاصيل الجميلة. تعالوا خلينا نتعمق بتفاصيل السيارة من الداخل أكثر وأكثر. بردات مثل ما قلنا، الداخل مالته كله كربون. تبريد الخلفي منفصل عن الأمامي. طبعا المقاعد عندك تجي ثلاث فئة وتبريد، وشوفوا لي هاي، بس المشكلة ما تبين لأن الدنيا ليل. هذا بالكامل يضوي، لكن حاليا عندي الإنارة قوية بالمعرض فما تبين. عندك تقدر تتحكم بالألوان مثل ما تتحكم بالألوان دني، كل الألوان موجودة عليها. أبواب السيارة كلها سحب، رادارات، كاميرات 360 درجة، كل أوتو درايف بيها، الداتا شوهم بيها. هذه الشاشة اللي تشوفها تتغير أشكالها، وما تروح تلقى شعار الإكس 6. فتشي الصراحة كلش حلو وجميل. فيا حبايبي، هذا هو دواخل السيارة، صار أمامكم بالكامل، والسعر اللي هو 100,000 دولار. خلينا نطفيها. بصمات اثنين، السيارة ضمان دولي وبعدها بحالة الوكالة نهائيا، ما ناقصها أي شيء، بالضبط ماشية 6,200 بالكيلو وليس بالمايل. 100,000 دولار يا الحبيب، ومجال بسيط جدا جدا جدا. هاي بصماتها اثنين، ومثل ما قلت لكم كتالوجاتها وغراض الشركة مالتها من أمريكا إلهانا كلها وياها، فلا حد يتخوف ولا حد يتردد. بالضمان سنة تأخذها من معرض عدي، عنوان سليمانين المعارض الجديدة. تحياتنا لكم ومع السلامة.